محافظ صلاح الدين يؤكد في تجمع عشائري كبير بضلوعية أن خيار الإصلاح ومحاربة الفساد لا رجعة عنه. محافظ صلاح الدين يضع أمام وزير العمل احتياجات الأسر المتضررة من الإرهاب والفقر ويطالبه بتخفيف أوجاعهم. أهالي صلاح الدين يؤشرون ارتفاعاً ملحوظاً في المشاريع الخدمية ويتضامنون مع استراتيجية الإصلاح وحفظ المال العام. الموازنة بين فكي الدولار والتوافق على حصة كردستان وتحذيرات من انهيار الوضع الصحي. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. تعهد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل مواصلة طريق الإصلاح الإداري والبناء مهما كانت التحديات، فيما أعلن حشد من شيوخ ووجهاء ومثقفي قضاء ضلوعية دعمهم لتصميم المحافظة على تغيير الواقع والحفاظ على الاستقرار المجتمعي والارتقاء بمستوى الخدمات. وقال المحافظ خلال تجمع كبير في ضلوعية أننا نسعى وبلا تمييز لتطوير محافظتنا وإنجاز المشاريع التي تصب من مصلحة الأهالي بلا حسابات سياسية، فمهمتنا الأولى هي خدمة الناس وحماية أموالهم، ولن نتراجع عن طريق التصحيح الذي سلكناه بدعمكم مهما ازداد التحدي، فنحن الركن الأساس للبناء ونرفض أن نكون جزء من الهدم أو الهدر، مؤكدا الحرص على السلم الأهلي والمجتمعي. وأكد محافظ صلاح الدين خلال حديثه مع شيوخ العشائر والمثقفين أن الضلوعية جزء لا يتجزأ من صلاح الدين، وهدفنا الأساس خدمة المواطن، وبالتالي فإن كل الأهداف الأخرى تضمحل أمام هذا الهدف، معلنا الانتقال إلى مرحلة الأفعال التي ستظهر حقيقة النوايا الموجودة في الإعمار. احنا ضلوعية جزء من صلاح الدين، جزء فعال وجزء يبني، لن نكون جزء يهدم، ونتكلم بوحدة المجتمع ورقي الإنسان. هدفنا الأساسي هو خدمة المواطن، بالتالي الأهداف الأخرى كلها تضمحل وتنتهي أمام هذا الشيء. احنا انتقلنا من مرحلة إعلاننا لمبادئنا بالعمل، انتقلنا الآن إلى الفعل، فأعتقد أنه الأفعال هي اللي راح تبين حقيقة النوايا الموجودة في الإعمار. احنا إن شاء الله المرحلة القادمة بها تفاصيل خلال هذا السنة. الموازنة تلبي طموح، جزء من طموح المحافظة في أنه نبني بعض القضايا الاستراتيجية والمهمة بالمحافظة اللي ممكن أنه تؤدي إلى تنميتها وإلى توفير فرص عمل للشباب واستخدام أمثل للثروات والموارد. وشدد المحافظ على أن حكومة محافظة صلاح الدين تسعى لخدمة الجميع من الشرقات إلى الدجيل، وهي تنظر بمسافة واحدة لكل الوحدات الإدارية، داعيا إلى غرز حالة عدم التعدي على حقوق المواطن في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى اعتماد الشفافية في إحالة المشاريع لإعادة الثقة بين المواطن والحكومة. احنا كمحافظة وكإدارة المحافظة نسعى أن نخدم الكل ضمن إطار الوحدة الإدارية التي تمتد من الشرقاط إلى الدجيل، والكل هم أمام هذه المحافظة المفروض أن يكونوا سواسية. قسم من الناس تعلمت على طريقة غير صحيحة في التعامل،
بالمزاجيات أبعدتنا عن ثوابتنا العشائرية وثوابتنا الأخلاقية. يعني ليست البطولة أن الواحد يتكلم بالمفردات الضعيفة والبسيطة، هذه ما تعتبر بطولة. يعني الآن البطولة هو اللي يقدم شيء، اللي ينشر مكارم الأخلاق. المرحلة الأولى هي أنه نعلم مجتمعنا أنه ما يتعدون على حدود الناس، ما يتعدون على حقوق المواطن. المواطن أول مرة يريد يسلم على الحقوق، بعدين يحكي على المكاسب. هو لازم الموظف ما يعرف بأنه حرام عليه أن يعتاج على المواطن، حرام عليه أن يفكر في مكتسبات المواطن أن يستفاد منها. هذه هي لا بطولة ولا شجاعة. راح يكون كل شيء ضمن المرحلة القادمة هو بشفافية. ما واحد راح يقدر يضم أي شيء، أي شيء يجي للمحافظة كل محافظة تدربيه. أنا أسولف عن أي شيء يجي للمحافظة، إذا يجيها 10 دنانير نقول جت 10 دنانير، وين راحت 10 دنانير؟ راحت لفلان، حتى الناس ترجع تصير عندها ثقة وتصير أدوات بناء جديدة ويا المحافظة. أشار المحافظ إلى أنه في صلاح الدين موارد وطاقات شبابية، لكن الفساد أخرنا في أن نلحق بركب الدول المتقدمة، وهذا ما سنعمل على معالجته في المرحلة المقبلة بالتعاون مع الجميع، متعهدا ببناء نموذج متميز في المحافظة. موارد عندنا وطاقات شبابية ما شاء الله، وكل الأفكار هي متاحة أنه نعمل بها. الإنسان مرات لازم يلتهب عمل صحيح، لازم يروح، وغيرها من الأفكار الأخرى اللي بالزراعة وبالصناعة، وطبعاً بالسياقات بالدولة من تجي بالحقيقة أكو قروض للمشاريع الصغيرة وأكو قروض للمشاريع المتوسطة، لكن القروض ما تصل لأن إحنا ما عندنا خلق بيها، او مأيسين بانه معقوله يعني انت تروح تاخذ قرض وما واحد ياخذ نص القرض مالك يلا يمشي لك اياه، يعني عندك هذا التصور. فانت متعطل مبدئيا لانه انت تعرف المعاناه اللي راح تعانيها اذا انت تفوت في قضيه تخص اجراءات الدوله. فكل المحور الرئيسي بالموضوع هو محور انه فساد الموظفين هو اللي يمنع عن يتطور البلد، وما زال هذا الموضوع موجود، ابدا ما يتطور البلد ولا راح الناس تقدر تفكر بشكل صحيح وتبني قراءاتها بشكل صحيح. لذلك راح الاسلوب العمل مع الموظفين يكون على اساس الخبره والمهنيه. هذه كلها قضايا مركبه في بناء المجتمع سبب التاخير. احنا ممكن انه نعزلها ونحددها ونتعامل على حل جزء منها، ما ممكن راح يكون الحل بيوم وليلة، لا إطلاقا. الحل راح يحتاج وقت، ولكن بهمة الجميع وبتعاضد الجميع إحنا نعبر. وحاضر لأنه أنطي كل اللي بجعبتي من إمكانية وطاقة أهلي وناسي، وأنه أبني نموذج. أعاهدكم بأنه نبني نموذج خلال الفترة القادمة، نموذج في المحافظة. وطالب محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل خلال استقباله وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي والوفد المرافق له زيادة عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية من أسر المحافظة بوصفها الأكثر تضررا من مخطط داعش الإرهابي، مؤكدا العمل على استكمال الدورة العلمية للوزارة لإنجاح عمل دوائرها بالمحافظة، فيما وعد وزير العمل بتلبية مطالب المحافظ مثمنا دوره المتميز في تسهيل عمل دوائر الوزارة بالشكل الذي يجعلها تقدم خدمات متميزة لأبناء المحافظة، وآخرها تخصيص قطع أراض لإنشاء سوق عصري يضم مجموعة من الأكشاك للعاطلين عن العمل ومحدودي الدخل.
احنا عندنا عدد كبير من العاطلين عن العمل، وعندنا امكانيه انه ننفذ المشروع، وعندنا اراضي متوفره، وعندنا يعني الموافقات اللازمه لهذا المشروع هي بالكامل. ان شاء الله احنا يعني نكمل دورة العمليه العلميه للوزاره بالمحافظه لانجاح واظهار نتائج العمل المهني في كل مفاصل هذه الوزاره. قضيه الشمول الوزاره تاخذ بها اجراءات، وهذه الاجراءات هي صحيحه انه يعني ندقق اكثر في انه من هو المشمول، من هو المستحق، من هو اللي ممكن انه تؤدي نتيجه هذه الاعانات. فنتمنى ان نتوسع بالمشاريع مستقبلا، نضع افكار جديده لخدمه المواطنين، واحنا يعني حاضرين لكل افكار الوزاره في استثمار طاقات الشباب وفي استثمار موارد المحافظه مشتركا من اجل التنميه ان شاء الله. يسعدنا ان نكون بين اهلنا وناسنا في محافظه صلاح الدين، وحقيقه المفروض هذه الزياره تتم من وقت، لكن يعني مشاغل الوزاره وملفاتها كثيره وثقيله. ومحافظه صلاح الدين من المحافظات اللي صراحه متعاونه كثيرا مع دوائر العمل، ولهذا مثلا ما سمعنا في اليوم انه اقسام العمل طالبونا مثلا باثاث او طالبونا بموظفين او طالبونا، لا يعني اكو تنسيق عالي بين اقسام دوائر العمل وزاره العمل والحكومه المحليه بالمحافظه. ايضا موضوع تخصيص الاراضي للمجمعات التسويقيه، صلاح الدين كانت يعني متقدمه على غيرها من المحافظات، احنا بغداد العاصمه الى الان ما مخصصين اراضي لهذا المشروع المهم اللي هو تمويله على وزاره العمل وفائته للمحافظات اللي هي تنشا هاي المجمعات التسويقيه بها. هسه هو قد ما يعالج مشاكل، لكن فد خطوه نعتبرها متقدمه في موضوع البطاله وكذا، ايش قد تقدر تشغل يعني نسبه هو مكسب بالنتيجه طبعا للمحافظه. افتتح وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل أركابي ومحافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل السوق العصري في مدينة تكريت، والذي يضم عددا من الأكشاك الحديثة والتي سيجري توزيعها بين المشمولين وفق الضوابط التي حددتها الوزارة. أكد المحافظ في مؤتمر صحفي بالمناسبة أن هناك سياق أعمال جديد لدوائر وزارة العمل بالمحافظة، وجه بها الوزير ما سيعطي حافزا أكثر للموظفين في أداء عملهم وتنفيذ مشاريع أخرى لدعم شريحة العاطلين عن العمل والمحتاجين. ما لمسناه من توجيهات باتجاه العمل المهني من قبل معالي الوزير للكوادر الوزارة في المحافظة، ولمسنا بأن هنالك يعني سياق عمل سيكون متبع في تدقيق الإجراءات لكي تصل الاستحقاقات لمستحقيها الفعليين دون أن يشوبها أي نوع من الفساد وأي نوع من خلينا نقول الواسطات اللي تساعد على أنه ناس غير مستحقين يدخلون في هذا المجال. مع الوزير يعني إن شاء الله وزارة العمل بدأت بتحقيق المبتغى الأساسي من خلال هذه المجمعات التسويقية، وأعتقد لديهم أفكار في استثمارات أخرى تساعد على القضاء على البطالة. يعني إن شاء الله نحن كلنا أمل بهذه الوزارة أن تقدم أكثر من ذلك، وهي الحقيقة من خلال سنة من الآن لاحظنا هنالك فرق شاسع في تقديم الخدمات والتعاون مع الوزارة. وأشاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في المؤتمر الصحفي بدعم محافظ صلاح الدين لدوائر المحافظة ما سرع في توقيتة افتتاح السوق العصري وسط تكريت، والذي سيوزع بين المشمولين ضمن ضوابط محددة من قبل أمانة مجلس الوزراء. محافظة صلاح الدين من المحافظات نكون منصفين يعني المميزة بالتعامل مع دوائر وأقسام وزارة العمل، بالنتيجة هذه الأقسام هي تقدم خدمة لأهالي محافظة صلاح الدين والمحافظات الأخرى. بحاجة إلى بالتأكيد وزارة العمل وموظفيها وكوادرها بحاجة إلى تعاون
الحكومات المحلية، وإلا لا تستطيع أن تنهض بمهامها الكبيرة والجسيمة خاصة في هذه المرحلة. ملفات كثيرة تعنى بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، متمثلة بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة وأقسام العمل والتدريب والتفتيش وأمور كثيرة، يعني ملفات بحاجة إلى متابعة مستمرة. عمل زيارتنا اليوم التقينا بأقسام دوائر العمل وتم توجيههم بالاهتمام الاستثنائي بالمراجعين بالمواطن واحترام خصوصية كل مواطن وكذلك احترام مهنيتهم وحسن التعامل مع الناس، بحكم وزارة العمل تعنى بشرائح ضعيفة ومن الفقراء والعاطلين والأرامل وغيرها الشرائح اللي نص عليها القانون. وجودنا الآن في هذا المجمع التسويقي هو جزء من مهام وزارة العمل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. هذا المجمع ممول من وزارة العمل تم إنجازه خلال فترة. أيضا نشكر المحافظة على سرعة تخصيص أراضي، لأنه لابد أن أشير هناك محافظات متلكئة إلى الآن لم تخصص مثل هذه الأراضي رغم مخاطباتنا الكثيرة، ونحن سنلجأ إلى استعمال صلاحياتنا في حالة حصص هذه المحافظات إلى محافظات التزمت بتخصيص هذه الأراضي. هذه ستوزع وفق آلية أقرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، احنا نسقنا وياهم طبعا بها ضوابط اكيد اللي عنده فرصه عمل او حتى يتقاضى راتب حمايه اجتماعيه او اي فرصه عمل اخرى يجي ايراد شهري يعني يسد حاجته وحاجه عائلته، بالتاكيد لن يشمل بهذه المجمعات، هي فقط للعاطل عن عمل الذي ليس لديه ايراد له ولعائلته. وقال محافظ صلاح الدين أن المشاريع كانت تعد سابقا بدون دراسة حقيقية ما أدى إلى تلكؤ بالعمل، مشيرا في لقاء ببرنامج المنجز الذي عرض على قناة العراقية الفضائية إلى اللجوء لتجميد المشاريع غير المهمة وتفعيل ذات التماس المباشر بحياة المواطن بسبب قلة التخصيصات المالية. المشاريع هي كانت ضمن فترة وجود مجلس محافظة يقر موازنات وليس هنالك تخصيصات، أو يقر موازنات بمبالغ أعلى من التخصيصات بأربع أو خمس أضعاف. نعم. هذا الوضع يؤدي إلى أنه تكون عملية التمويل المشاريع عملية غير مدروسة، بالتالي تتلكأ المشاريع. أمام هذا الكم من المشاريع راح نقوم بعملية يعني عملية جراحية، إنه المشاريع التي يعني ليست ذات قيمة وليست ذات فائدة للمواطن وهي مشاريع غير مهمة، مثلا مشاريع لشركات ربحية أو مشاريع لوزارات اتحادية، فهذه كلها راح نوقفها نجمدها بالوقت الحاضر ونذهب باتجاه تفعيل المشاريع التي تمس حياة المواطن. يعني لازم نفعل مشروع المجاري ويكمل، لأنه احنا أصبحنا في بنسب إنجاز عالية، لازم نكمل المدارس، نكمل الطرق، نكمل الجسور الموجودة، هذه البنى التحتية الأساسية واللي هي المرتكز الأساسي لجذب رؤوس الأموال لوجود بنى تحتية في المحافظة. إحنا دائما يعني في كل المرات يكون التأثير العمل السياسي هو سلبي على العمل التنموي، وهذه قضية الناس العراقيين لمسوها لمس اليد. ماكو تأثير سياسي كان تأثير إيجابي، يعني التأثير السياسي إنه أنا أشيل إنسان كفو وأجيب إنسان غير كفو، إنه أنا أبدل مشروع معين من أجل جهة سياسية أخرى، إنه أنا أحول طريق من المنفعة العامة إلى المنفعة الخاصة. وأكد المحافظ أن طموحنا بناء مدن حضرية في صلاح الدين فيها كل سبل الحياة المتطورة، مبينا أنه داعم لعمل القطاع الخاص على ألا يتجاوز على حقوق الدولة والمواطن. طموحاتنا أن نبني مدينة أو مدن المحافظة بطريقة حضرية، بطريقة أنه تربط إلكترونيا وتربط بطرق مناسبة، ونفكر في أنه يكون هنالك قطار، ونفكر بكل شيء ممكن أن يكون، ونفكر بأنه تصل الخدمة، يعني كل شيء يصير للمواطن متاح من خلال مراكز تسوق ومن خلال طبعا كل هذه تحتاج إلى وقت. يعني مع القطاع الخاص، لكن مو القطاع الخاص التقليدي، القطاع الخاص اللي
يأخذ الأرض من الحكومة اللي هي الأرض ملك الشعب، نعم، ويبني عليها مشروع ما يتناسب مع قيمتها. ف يعني أيضا المستثمرين اللي يجوا للمحافظة ما كانوا بمستوى الطموح، وإحنا المحافظة بيها موارد كثيرة. بعد توقف الأعمال فيما يسمى شارع السيدين في قضاء العلم بسبب وباء كورونا والأزمة المالية، بشرت الشركة المنفذة وبمتابعة محافظ صلاح الدين أعمالها مجددا ضمن مواصفات فنية متطورة وسط تعاون كبير من الأهالي. الزميل جاسم الأبو جاسم والتفاصيل. تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل قائد حملة الخدمات الكبرى في المحافظة، وبعد إطلاق المبالغ للمشاريع المتوقفة والمتلكئة، باشرت الكوادر الفنية والهندسية في المديرية العامة للطرق والجسور وبالتعاون مع قائم مقامية قضاء العلم بإكساء وتبليط الطريق الرابط بين المركز والأطراف والذي يربط المحافظة بالمحافظات الشمالية ولمسارين، وبجهد يستمر لساعات متأخرة من اليوم. بداية شكري وتقديري للسيد محافظ صلاح الدين لاهتمامه بإعطاء المشاريع الخدمية أولوية أولى في إطلاق التمويل. ثانيا، هذا المشروع حيوي جدا لأنه هو الطريق الرابط بين المركز التجاري لقضاء العلم وبين الأطراف، بالإضافة إلى أنه كونه ممر ما بين مركز صلاح الدين قضاء تكريت وبين المحافظات الشمالية كركوك وإقليم كردستان. فترة التوقف اللي صارت بهذا المشروع صارت بسبب جائحة كورونا وبسبب الضائقة المالية اللي مر بها البلد. بالفترة الحالية بعد إطلاق التمويل من قبل السيد المحافظ والاهتمام بالمشاريع الخدمية وإعطاء الأولوية الأولى للطرق كونها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بدأت الشركة المنفذة وبإشراف الطرق والجسور باستئناف العمل في طريق السايدين مركز البورصة التجاري في قضاء العلم. المشروع يتضمن تبليط بممرين ذهاب وإياب بعرض 7 متر وجزر وسطية بعرض 4 أمتار مع أكتاف بعرض 1.5 متر من كل جهة. أعمال الجزر الوسطية تتضمن عملية إنارة باتجاهين وبناء بالكربستون والتطبيق بهارتون المقرنص ومع حدائق في الجزر الوسطية. المشروع باشرنا تم إنجاز الممر الأياب في صيف 2020، وباشرنا قبل يومين بأعمال تبليط الممر الثاني من البورصة باتجاه سمرة. ثمنت الجهات المنفذة التعاون الكبير جدا من قبل أبناء العلم من أصحاب مركبات ومحال تجارية ومواطنين كافة، مسهلين للجهات المنفذة كل الصعاب من أجل إنجاز هذا المشروع بأسرع وقت وفق المواصفات المطلوبة. الشكر موصول للسيد محافظ صلاح الدين المحترم والكادر اللي يعمل في هذا المشروع. حقيقة أهالي العلم كلهم متعاونين، هذه حقيقة، يعني أهالي العلم كلهم متعاونين. إحنا منطقتنا الحمد لله جيدة جدا، راضين عليها وراضين على إدارتها، بس نريد الحملة تكون على المناطق القريبة اللي تبين على أهلها اللي صدق سكانها موجود بها سكان كثير وما إلها خدمات. هاي راد لها خدمات وراد لها انتباه من إدارة القضاء. أكو جهد وأكو عمل، والحمد لله العمل الشوارع جاء نشوفه والعمل جاء نشوفه، أكو عمل وأكو تبليط وأكو شغل. مشاريع وان تعثرت بسبب التمويل، ولكن بمتابعة الدكتور المهندس عمار جبر خليل بدأت ترى النور من جديد. لقناة صلاح الدين الفضائية، جاسم أبو جاسم، قضاء العلم. أكد المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة حسن ناظم أن الحكومة هي من حددت سعر صرف الدولار في الموازنة، وتغييره من قبل مجلس النواب لا يكون ملزما لنا. وأضاف أن الحكومة أنجزت مشروع قانون الموازنة منذ 3 أشهر، وأن العمل الحالي منوط بالبرلمان لإنهاء المناقشات بشأن القانون وتمريره.
أكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفر أن التصويت على موازنة 2021 داخل اللجنة المالية تم على أساس تسليم الإقليم 460 ألف برميل يوميا، مبينا أن بعض الكتل طلبت إضافة نص في الموازنة يستقطع الاستحقاقات من الإقليم في حال عدم التزامه بالاتفاق. ولفت الصفر إلى أن البنك المركزي سيقوم بالطعن في الموازنة إذا غير البرلمان سعر الصرف الحالي. أكدت اللجنة المالية النيابية أن ملف الموازنة لن يتم تمريره خلال جلسة واحدة، خاصة أن هناك بعض الأمور الخلافية ما زالت قائمة إلى يومنا هذا، وتجري حوارات سياسية من أجل حلها والاتفاق على صيغة معينة لتمريرها. وقال عضو اللجنة محمد إبراهيم أن محور خلاف الموازنة يتعلق بالمادة 11 التي تتعلق بالصادرات النفطية والاتفاق مع الإقليم بشأن الإيرادات الواجب تسليمها، مبينا أن هناك مواقف سياسية متأرجحة وهناك ضغط سياسي برلماني من أجل المضي وحل الخلافات مع الإقليم للتصويت على الموازنة. دعت اللجنة القانونية النيابية البرلمان إلى وضع شرط مهم بالتصويت على حل البرلمان، وهو إعادته إلى عمله في حال عدم إجراء الانتخابات لأي سبب كان لكي لا تدخل البلاد في فراغ دستوري. وقال عضو اللجنة رشيد العزاوي أن الدستور أوضح طرق حل البرلمان، إما يكمل سنواته الأربع ويحل قبل 45 يوما من إجراء الانتخابات، وهو في الحالات الطبيعية أو في حالة إجراء الانتخابات المبكرة فيكون حل البرلمان إما بطلب من رئيسي الوزراء أو الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء البرلمان. وأضاف أن هناك تواقع لأكثر من نصف الأعضاء لحل البرلمان، لذلك فقد توفر الشرط القانوني والدستوري للحل، وعليه يجب أن تعرض هذه الفقرة للتصويت وتحديد الوقت لإجراء الانتخابات وحل البرلمان قبلها بفترة. وعد الخبير القانوني طارق حربنا دعوات لحل البرلمان قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات شيء مضحك، بالإضافة إلى أنه مخالفة دستورية غير قابلة للتأويل أو النقاش، لافتا إلى أن تلك الدعوات يراد منها استمرار سطوة الأحزاب في البرلمان لتغيير نتائج الانتخابات. وقال حربنا المادة 64 من الدستور تنص على أن تكون الانتخابات خلال 60 يوما من حل مجلس النواب بعد طلب من رئاسة الجمهورية بحله، هو السبب لإنهاء سيطرة وسلطة الأحزاب على المؤسسات وتخفيض ضغطها وجميع ما يدعو لذلك، هو يعلم أنها مخالفة دستورية. حذرت خلية الأزمة النيابية من خطورة انهيار النظام الصحي في العراق نظرا لتهاون المواطنين والحكومة في تطبيق الإجراءات الصحية، ما قد يتسبب بزيادة كبيرة في الإصابات في ظل خطورة السلالات الجديدة من فيروس كورونا. ودعت الخلية الحكومة والمواطنين إلى تشديد الالتزام بالتعليمات الصحية لمنع الوصول إلى ما يزيد عن 8000 إصابة والعودة مجددا للحظر الشامل. وسجل العراق خلال 24 ساعة الماضية 4655 إصابة جديدة بكورونا مقابل شفاء 4088 حالة ووفاة 29 إصابة. أعلن البنك المركزي العراقي إضافة خاصية حماية الأوراق النقدية من البكتيريا والفيروسات ومن ضمنها سلالة فيروس كورونا. وقال البنك في بيان له أن الأوراق النقدية سيتم طرحها قريبا للتداول، وذلك بإضافة المبيد البيولوجي الذي طورته الشركة العالمية المتخصصة بطباعة الأوراق النقدية بالتنسيق مع الجهات المختصة. أعلنت وزارة المالية مباشرتها إطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر أذار الحالي، وأضافت أن دائرة المحاسبة استأنفت ابتداء من الاثنين تمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات للشهر الجاري، داعية وحدات الإنفاق التابعة للوزارة كافة لمراجعة مقر الوزارة دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل.
كرم مجلس القضاء الأعلى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا خلال جلسة مجلس القضاء، وقدم رئيس المجلس فائق زيدان هدية تقديرية لرئيس وأعضاء المحكمة بمناسبة قرب إحالتهم إلى التقاعد تنفيذا لقانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي. وترأس القاضي زيدان اجتماعا للتداول الأولي لاختيار رئيس وأعضاء المحكمة خلال الأيام القليلة المقبلة. حالة طبية حيرت الكثير من الأطباء، جسم مغناطيسي يلتقط كل مادة حديدية تقترب منه، لاحظها الطفل ريبار وأخفاها بأمر والده منذ قرابة 5 سنوات حتى أكد الأطباء أن حالته الصحية سليمة، وأن الأمر رغم غرابته إلا أنه غير مؤثر وليس بالمعيب. التفاصيل مع عماد الشمري. بيار ابني عمره هسه 11 سنة، من كان عمره 7 سنوات تقريبا، من كان عمره 7 سنوات حسينا بانه بهذا يعني شو اسمه الشهره. هو قال لي بابا احس اخلي موبايلي بصدري يوقف، واحس اخلي خواشيك واي شيء بماده حديد يلزق على صدري. تعال شوفه شنو هذا، يعني اول مره دا اشوف هيك شيء. هو كان يستغرب من هالحاله، فاحنا مجربناه، خلينا عليه موبايل، خاشوك، مفاتيح، واي شيء به ماده حديد يلزق على صدره، وحسينا بانه عنده جاذبيه مع المغناطيسيه بجسمه. حاله نادره حيرت الاطباء، الا انهم قالوا ليس لها تاثيرات جانبيه على سلامه الشخص. جسم يجذب القطع الحديديه على شكل مغناطيس. اي اعراض ما عنده، لا مثلا تقول مريض او بها حاله مو زينه نادره او شيء يعني، بس ودنا للدكتور قال هذا شيء من الله يعني سبحانه وتعالى، قال ما بأي إشكال. أخفوا الحالة سنوات طوال خشية إحراج الطفل بين أصدقائه. عمره كان 7 سنوات حسينا هاي شيء أكو، بس ما قلنا لحد، لأن يعني أنت تدري أكو بالدرابين وبرا أطفال يعني، قلنا خلي ما يضحكون عليه ويخلون يلزقون عليه حديد، وهذا كل شوية يعني واحد يخلي عليه مفتاح وهذا، فقلنا خلي نخبي الموضوع على الفترة على ما شوي يكبر خلينا نشوف وين يوصل. فهاي سنين كلها هيك يعني، مو يوم ويومين وثلاثة صاير هيك لحد هسه. فسألتها هالفترة قال إيه، أنا أحب هاي الموهبة بي والعالم يشوفني، وعادي إذا تنزلها بالإنترنت وبالتيك توك وبهاي سوالف، وبعدين صارت الشهرة والعالم عرفت. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. لجنة الأقاليم بمجلس النواب تعلن تأجيل حسم ملف المناطق المتنازع عليها إلى بعد الانتخابات. والتخطيط تسعى لتمكين المرأة عبر خطط تنموية مستدامة ضمن رؤية العراق لعام 2030. سعد الحريري يرفض ورقة الرئيس اللبناني ميشيل عون ويعتبرها مخالفة للدستور اللبناني. وطائرات روسية تقصف معسكر التدريب للمعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود التركية. وأوستن في كابول لمراجعة خطة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وإطلاق ناجح لصاروخ روسي سيوز 2 الحامل للقمر السعودي شاهين سات. وسلطات أسترالية تجلي 18,000 شخصا بسبب الفيضانات. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب تأجيل حسم ملف المناطق المتنازع عليها إلى بعد إجراء الانتخابات. قال نائب رئيس اللجنة محمود الكعبي أن اللجنة كانت قد أشرت هذا الموضوع بوجود مواد قانونية حاكمة كالمادة 140 التي تخص المناطق المتنازع عليها. وأضاف الكعبي أن رأي كان هو المضي بإجراء الانتخابات وتأجيل حسم هذا الملف لما بعد هذا الحدث خشية حصول أي عراقيل تواجه العملية.
أكدت وزارة التخطيط السعي لتمكين المرأة عبر خطة تنموية مستدامة ضمن رؤية العراق لعام 2030 بالتعاون مع المنظمات الدولية. وقال وزير التخطيط خالد بتال في كلمته خلال مشاركته الاحتفال السنوي في الوزارة بمناسبة عيدي المرأة العالمي والأم أن الحكومة تعمل على تمكين المرأة من خلال خطة تنموية مستدامة ضمن رؤية العراق لعام 2030 وبتعاون جاد مع منظمات دولية لدعم النساء العراقيات. وأضاف أن المرأة ما زالت بحاجة للدعم لتمكينها من أداء دورها التنموي المطلوب، موضحا أن الوزارة ماضية في سياستها التنموية الرامية لدعم وتمكين المرأة عبر البرامج والفعاليات والسياسات التي تعمل دائرة التنمية البشرية وتشكيلات الوزارة ودوائرها على رسمها وإدماجها كبعد مهم من أبعاد التنمية البشرية والتنمية. رفض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورقة الرئيس اللبناني ميشيل عون واعتبرها مخالفة للدستور اللبناني. وقال الحريري من بعبدة أرسل لي الرئيس عون أمس تشكيلة تتضمن ثلثا معطلة لفريقه وطلب مني أن أعبئها. وأضاف أهدف إلى العمل على تفادي انهيار لبنان. أبلغت الرئيس أنني أعتبر رسالته التي أرسلها لي أمس كأنها لم تكن وأبلغته أنني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ. تتضمن الورقة ثلث معطل لفريقه السياسي ب 18 وزير ب 20 ب 22. طلب مني فخامته اقترح اسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية يلي هو محضرها. بكل شفافية رح اقول لكم يلي قلت له اياه اليوم. اولا هيدي غير مقبولة لانه الرئيس المكلف مش شغلته يعبي اوراق من حدا ولا شغلة رئيس جمهورية يشكل حكومة. وثانياً لأنه دستورنا بيقول بوضوح الرئيس المكلف بشكل الحكومة ويضع الأسماء بيتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس. على هالأساس بلغت فخامته بكل احترام أني بعتبر رسالته كأنها ما كانت ورجعت له إياها، وبلغته كمان أني رح احتفظ بنسخة منها للتاريخ. ثانياً قلت له تشكيلتي بين ايديه من 100 يوم وجاهز هلا مثل ما سبق، وقلت علنا لاي اقتراحات وتعديلات بالاسماء والحقائب، وحتى اصراره على الداخليه سهلت له الحل، لكن مع الاسف جوابه الواضح ثلث معطل. هدفي واحد، وضع حد للانهيار ومعاناه اللبنانيين، وطلبت من فخامه الرئيس يسمع اوجاع اللبنانيين ويعطي البلد فرصته الوحيدة والأخيرة بحكومة اختصاصيين تعمل الإصلاحات وتوقف الانهيار بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة. قصف معسكر للمعارضة السورية بجانب مخيمات مكتظة باللاجئين قرب حدود تركيا. ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان ومصادر من المعارضة السورية قولهم أن طائرات روسية قصفت معسكر التدريب للمعارضة في شمال غرب سوريا بالقرب من الحدود التركية. والقصف جاء بعد ساعات من مقتل 7 مدنيين وإصابة 14 مسعفا في قصف مدفعي لقوات النظام السوري أصاب مستشفى في المنطقة. وقالت المصادر أن صاروخ روسيا أرض أصاب أيضا قرية قاح، بينما اقتربت الضربة الجوية الروسية من مخيمات اللاجئين المكتظة على امتداد الحدود مع تركيا، في حين أصيبت منشأة غاز قرب مدينة سرمدة بمحافظة إدلب، لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا ولم يصدر أي تعليق من موسكو حتى الآن. أفاد القصر الرئاسي الأفغاني أن الرئيس أشرف غني استقبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي يزور العاصمة كابول. وذكر بيان القصر أن الجانبين ناقشا عملية السلام والمخاوف من تصاعد العنف. وتأتي زيارة في وقت حاسم لعملية السلام الأفغانية، حيث تقوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة خطة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والتي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان. وكان بايدن قد صرح مؤخرا أن الولايات
المتحدة لا تزال تنظر في إمكانية سحب قوتها من أفغانستان بحلول الأول من مايو، لكن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد. وأكد أوستن تصريحات بايدن خلال زيارته إلى الهند، حيث قال خلال مؤتمر صحفي إن على دراية بتقارير التي تقول أن الرئيس اتخذ قرارا بإبقاء القوات هناك حتى نوفمبر. وعلى حد علمي لم يتخذ الرئيس قرارا ولم يدلي بأي تصريحات حول الوقت الذي تنسحب فيه القوات. يخطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتدشين منصة تواصل اجتماعية خاصة به بعدما أغلق تويتر حسابه بصورة نهائية بعد أحداث العنف التي شهدها الكابيتول في يناير الماضي. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قال مستشار ترامب جيسون ميلر أن الرئيس السابق للولايات المتحدة سيطلق خدمته الخاصة للتواصل الاجتماعي في غضون شهرين أو ثلاثة، لكنه لم يحدد طبيعة المحتوى المرتقب على تلك المنصة. وأضاف ميلر ستعيد تلك المنصة تعريف اللعبة بالكامل، وسينتظر الجميع ليروا ما سيفعله ترامب بالضبط، وستكون منصته الخاصة. كما شدد على أن ترامب يستهدف جذب عشرات الملايين من المستخدمين لمنصته الجديدة، وكان لدى ترامب على حسابه في تويتر 88 مليون متابع، واعتمد عليه دائما في توجيه النقد أو الشكر وإبداء الآراء. ولكن إدارة موقع التواصل الاجتماعي قررت إغلاق الحساب بصفة نهائية بعد أحداث العنف في مبنى الكابيتول في مطلع العام الجاري. انطلق الصاروخ الروسي سيوز 2 من قاعدة بايكونور في كازاخستان بنجاح، وعلى متنه قمران صناعيان سعوديان شاهين سات وكيوبسات وأقمار صناعية للإمارات وتونس. وقالت وكالة الفضاء الروسية أن المعلومات التي تصل من الصاروخ جيدة. وأعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية نجاح إطلاق صاروخ روسي سيوز 2 الحامل للقمر السعودي 17 شاهين سات. وقالت الهيئة السعودية للفضاء أن الصاروخ يحمل على متنه القمرين السعوديين 17 شاهين سات والقمر كيوبسات، إضافة إلى أقمار صناعية أخرى لعدد من دول العالم. وسيقوم شاهين سات بمهام التصوير الأرضي وتتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنية الذكاء الصناعي. أجلت السلطات الأسترالية نحو 18 ألف شخص من ولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرقي البلاد بسبب الفيضانات واستمرار هطول الأمطار. وقالت رئيسة وزراء الولاية غلاديس بريجي كليان أن ما يقدر بنحو 18 ألف شخص غادروا منازلهم في نيو ساوث ويلز بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة. وقد تم إعلان 38 منطقة على أنها مناطق كوارث. وتعتزم السلطات تقديم مساعدة مالية تقدر بنحو 800 دولار لكل شخص بالغ و300 دولار لكل طفل. وذكرت وسائل إعلام محلية أن ولاية نيو ساوث ويلز فتحت مراكز إجلاء بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة منذ يوم الجمعة الماضي. وإلى التذكير من جديد بأهم وأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يؤكد في تجمع عشائري كبير بضلوعية أن خيار الإصلاح ومحاربة الفساد لا رجعة عنه. محافظ صلاح الدين يضع أمام وزير العمل احتياجات الأسر المتضررة من الإرهاب والفقر ويطالبه بتخفيف أوجاعهم. أهالي صلاح الدين يؤشرون ارتفاعاً ملحوظاً في المشاريع الخدمية ويتضامنون مع استراتيجية الإصلاح وحفظ المال العام. We'll be right back.
الموازنة بين فكي الدولار والتوافق على حصة كردستان وتحذيرات من انهيار الوضع الصحي. ختام نشرتنا، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة ودمتم بخير.